يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 82 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. كنت معكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية، وهو يرسم لنا صورا عن الرجعة في واقع الحياة الإنسانية عبر تأريخها. حدثتكم بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم عن موسى النبي وكيف خر ميتا في حادثة التجلي للجبل، وبعد ذلك رجع إلى الحياة. وحدثتكم عن عزير النبي وكيف أماته الله 100 عام ورجع للحياة مع حماره وطعامه. وحدثتكم بشكل إجمالي عن أرمية النبي مثلما حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في واقعة تشبه إلى حد كبير واقعة عزير النبي. وحدثتكم عن ذي القرنين
وكيف أنه ضرب على قرنه الأيمن وعلى قرنه الأيسر، وكيف رجع إلى الحياة بعد القتلة الأولى وبعد القتلة الثانية. وحدثتكم عن قتيل بني إسرائيل الذي ضربوه بذيل البقرة بعدما ذبحوها ورجع إلى الحياة وعاش طويلا وتمتع في هذه الدنيا. وحدثتكم عن عائلة النبي أيوب وكيف أن عائلته عادت، الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء، عائلة كبيرة وعاشوا طويلا مع النبي أيوب. وحدثتكم عن مجموعة أصحاب الكهف والرقيم وكيف أنهم رجعوا إلى الحياة مع كلبهم وسيعودون مرة أخرى مع إمام زماننا في يوم الظهور الشريف. وحدثتكم عن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه عبر فلترة واسعة ودقيقة، وذهبوا معه إلى الميقات وكان الذي كان، فأماتهم الله وبعد ذلك أحياهم وعادوا إلى الحياة. وحدثتكم عن شعب كامل، عن قطان مدينة فروا من الطاعون وأماتهم الله جميعا وأحياهم بعد ذلك وعادوا إلى الحياة، عادوا جميعا مع حيواناتهم مع كل تفاصيل حياتهم وعاشوا وتزوجوا وتناسلوا واستمروا في الحياة بكل تفاصيلها وشؤونها. وفي آخر الحلقة أشرت إشارة عابرة إلى الحيوانات التي رجعت ضمن هذه الوقائع. حمار عزير النبي رجع إلى الحياة، كلب أصحاب الكهف والرقيم رجع إلى الحياة برجعتهم، الحيوانات الكثيرة التي كانوا يملكونها أولئك الذين فروا من مدينتهم بسبب الطاعون، فحينما رجع أولئك القوم رجعت حيواناتهم الكثيرة معهم. والقرآن يحدثنا أيضا عن رجعة بعض الطيور في واقعة ترتبط بإبراهيم النبي الخليل، إنها سورة البقرة وحادثة أخرى أيضا من حوادث الرجعة في سورة البقرة. كما قلت لكم، سورة البقرة سورة الرجعة، وعنوانها البقرة في جهة من جهاته هناك إشارة واضحة إلى قصة بقرة بني إسرائيل وكيف أن قتيلهم ضربوه بذيلها بعدما ذبحوها بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى، فضربوا القتيل بذيل ميت من حيوان مذبوح فرجعت الحياة فيه
وحدثتكم عن هذا. على أي حال، نذهب إلى الآية 60 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بحسب أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، والمراد من الملكوت ما وراء المحسوس من المخلوق من الخلق، مثلما نقول عن المسرح هناك خشبة للمسرح يعرض عليها ما يعرض، ولكن للمسرح كواليس، وكواليس المسرح يجري فيها تدبير كل شيء لهذه المسرحية التي تعرض أمام الجمهور على الخشبة. ملكوت السماوات والأرض ما وراء عالم الحس، ما وراء عالم الطبيعة، إنه عالم الأمر الذي يكون باطنا لعالم الخلق المحسوس هذا. الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قطعا في مستوى من المستويات، فمثلما عالم الخلق وعالم الحس على طبقات وعلى مستويات، نحن حين ننظر إلى ظاهر الأشياء فإننا نتلمس منها ما نتلمس بحدود حواسنا، نحن بحواسنا هذه لا نستطيع مثلا أن نرى التفاصيل الصغيرة والجزئية لهذه المادة التي نراها بأعيننا، إننا لا نرى شيئا من الجزيئات من الذرات من الإلكترونات إلى غير ذلك، لا نرى شيئا من ذلك. ويستمر الكلام في هذا الاتجاه في عدة طبقات، فكما في عالم الحس طبقات، في عالم الملكوت طبقات. وإبراهيم رأى ما رأى في عالم الملكوت بحسب مقامه قطعا. من جملة ما رآه إبراهيم وهو يطلع على تفاصيل ما يجري في عالم الحس وما يجري في عالم الملكوت، في ما ورائيات عالم الحس، فرأى في جهة من جهات الأرض رأى جيفة كبيرة، والمراد من الجيفة جثة حيوان ميت قد تكون
جثة لحوت كبير، لهذا الحوت الذي يقال له الحوت الأزرق، من أكبر الحيوانات على وجه البسيطة. الرواية ما قالت هذا، وإنما أنا أقرب لكم ما جاء في الرواية على سبيل المثال. رأى جيفة، رأى جثة حيوان، بعضها غاطس في البحر وبعضها على اليابسة. هذا التصوير هو الذي جعلني أقرب لكم الفكرة بجثة حوت أزرق. فهذه الحيتان حينما تموت تتعرض لمشكلة صحية مثلا، فإنها تخرج إلى الساحل، تبقى ما بين اليابسة والماء. على أي حال، إبراهيم رأى جيفة، جثة لحيوان كبير، بعضها غاطس في الماء وبعضها على اليابسة على الساحل، ورأى الحيوانات البحرية تأكل من تلك الجيفة، من الأسماك وغيرها تأكل من تلك الجيفة في الجانب الذي كان غاطسا في الماء، ورأى الحيوانات البرية تأكل من تلك الجيفة في الجانب الذي كان على اليابسة، وبعد ذلك نظر إلى الحيوانات البحرية بعد أن أكلت من هذه الجيفة، فإن بعضها أكل البعض الآخر، كما يقال الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة. ورأى الأمر نفسه في الحيوانات البرية، فإن تلك الحيوانات بعد أن أكلت من تلك الجيفة ورجعت إلى أماكنها أكل بعضها بعضا، وهذا هو حال الحيوانات. حال الحيوانات في البحر دائما هكذا، وفي البر دائما هكذا. فإبراهيم سأل الله، هذه الحيوانات إذا ما ماتت فكيف ستعود مرة أخرى، كيف ستعود مرة أخرى إذا ما حشرت وإذا الوحوش حشرت؟ وهذا الأمر يرتبط بالإنسان أيضا، فإن الإنسان يأكل من مختلف الحيوانات، والحكاية تفاصيلها كثيرة. فإبراهيم أراد أن يطلع على الكواليس، على كواليس هذه الوقائع، هكذا تحدثنا الروايات. والمراد من الاطمئنان هنا هو هذا، هو لم يكن شكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يطلع على كواليس الأمور مثلما أطلعه الله على بقية الكواليس، قطعا بحسب مقامه. فأراد أن يطلع على كواليس إحياء الموتى، هذه الحيوانات كيف ستعود إلى الحياة في مرحلة الحشر. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا أمره الله سبحانه وتعالى، قطعا عبر الوحي عبر الملائكة، أمره بتجربة علمية عملية واقعية. قال فخذ
أربعة من الطير. الشيء الطبيعي والمنطقي أن إبراهيم سيذهب مختارا لطيور مختلفة في الأحجام والأشكال. ربما اختلفت الروايات في ذكر هذه الطيور، وقد يعود الاختلاف إلى الرواة، لكن هناك في رواياتنا ذكر لمجموعة من الطيور. الله قال له: فخذ أربعة من الطير. الرواية عن إمامنا الباقري من أن إبراهيم جاء بنعامة، طائر النعامة، طائر لا يطير. النعامة طائر وهي معدودة في الطيور لكنها لا تطير، وجاء بالطاووس، وجاء كذلك بالوزة، والوز هو البط العراقي الذي عرف في بلاد الرافدين منذ قديم الأزمان، وانتشر بعد ذلك في مختلف بقاع العالم. هذا الوز الذي ينتشر في بلاد أوروبا على سبيل المثال هنا في حدائق مدينة لندن، هذا هو الوز العراقي القديم، وإبراهيم عراقي، فجاء بالنعامة وبالطاووس وبالوزة وبالديك. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فصرهن إليك إلى بقية ما جاء في الآية الكريمة برنامج قام به إبراهيم. فماذا فعل؟ ذبح هذه الطيور، وبعد ذلك نتف ريشها، وبعد ذلك احتفظ برؤوسها عنده. ذبح الطيور، نتف ريشها، احتفظ برؤوسها ومناقيرها عنده. ثم ماذا فعل؟ قطع أجسام هذه الطيور التي ذبحها ونتف ريشها، نتف ريشها وجمعه في مكان عنده، قطع أجسامها ثم ألقاها في مهراسة. المهراسة الوعاء الكبير الذي تهرس فيه الأشياء، كما يقال مثلا الهاون. الهاون مهراس أو مهراسة لبعض الأشياء، وهناك مهراس قد يكون من خشب، عادة يصنع من خشب أو يصنع من صخر أو حجر، يهرس فيه اللحم ويهرس بمدقة خاصة
بالضبط مثلما يقوم النجفيون بطبخ القيمة، يجمعون اللحم ويقطعونه مع الحمص وبعد ذلك يهرسونه هرسا، والمراد من الهرس أن تمتزج الأجزاء جميعا بمدقة، وقد يقال لها مهراسة أيضا، فالمهراسة تقال للوعاء وللآلة التي يهرس بها يدق بها، فالمهراسة والمهراس وعاء، وكذلك مدقة وآلة للهرس. بتعبيرنا العراقي سواه قيمة، فجاء بالنعامة والطاووس والوزة والديك، ذبح هذه الطيور، نتف ريشها، جمع الريش في مكان، احتفظ بالرؤوس والمناقير، قطع الأجساد وضعها في مهراس هرسها فامتزجت لحومها. سواهن عجينة كباب بتعابيرنا الشعبية العراقية، عجينة كباب. نحن في العراق نطلق الكباب على الكفتة التي يطلق عليها في البلاد العربية. في البلاد العربية يطلقون الكباب على اللحم المشوي، ما نسميه في العراق بالتكة، وهذا الإطلاق إطلاق صحيح. فالكباب في لغة العرب وفي أحاديث أهل البيت هو اللحم المشوي، قطع اللحم المشوي، هذا هو الكباب. إذا ما قرأتم في الروايات أو في النصوص الأدبية العربية قرأتم الكباب، الكباب يعني التكة. وما هو بالكباب الذي يعرف بالكفتة في البلاد العربية؟ على أي حال، صنع من لحم الطيور هذه عجينة كفتة، عجينة كباب كما نقول بلهجتنا الشعبية العراقية. وماذا فعل بعد ذلك؟ قسمها إلى 10 أقسام بعد أن اختلطت وامتزجت. ومن الروايات يبدو أنه كان في تلك الحادثة في منطقة الأردن، فكانت هناك جبال تلال، سلسلة جبلية فيها 10 رؤوس، قسم ذلك اللحم المهروس إلى 10 أجزاء، وضع كل جزء على رأس جبل من تلك الجبال. قد يقول قائل: وكيف استطاع أن يعمل ذلك؟ ما هو إبراهيم الخليل، مثلما كان يرتفع به الحجر حينما كان يبني الكعبة في مكة مع ولده إسماعيل، وكان شيخا كبيرا، والكعبة بناء عال، فكيف كان يستطيع أن يواصل البناء وأن يرتفع في بنائها؟ كان يقف على حجر وهذا الحجر يرتفع به، وهذا الحجر هو الموجود في مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم
أصله حجر كان يقف عليه إبراهيم، هذا الحجر بمثابة مصعد لإبراهيم في البناء، كان يرتفع به، ولذا آثار أقدامه موجودة على هذا الحجر. هذا هو مقام إبراهيم، مثل ما قلت لكم، مقام إبراهيم مكان يحتفظ فيه بحجر، بصخرة كان إبراهيم يقف عليها وهي ترتفع به في الهواء حينما كان يبني الكعبة بمساعدة ولده إسماعيل. فمثل ما جرى هنا يجري هناك، ليس مهما هذا، نحن نتحدث عن الرجعة هنا. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وكما قلت لكم الجبال كانت عشرة، ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم قل: يا أيها الطاووس أقبل إلي، يا أيتها النعامة أقبلي إلي، يا أيتها الوزة أقبلي إلي، يا أيها الديك أقبل إلي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. نذهب إلى فاصل. ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني، أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني، أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني، وأنا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهام، الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني، مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار، من شبة والنار نار اللي يوجرها الدهر، قل لي شطف فيها نار اللي يوجرها الدهر، جابر جاوبني. جابر يا جابر شبا ويلنا والحرم شاطت كانت الرؤوس بمناقيرها محمولة بيد إبراهيم الخليل، ووجه أمره قائلا لتلك الطيور أن تقبل إليه، وهو يرى ذلك بأم عينيه من أن الأجزاء بدأت تتطاير من على
رؤوس الجبال العشرة، لأنه قد هرس لحمها جميعا. بدأت هذه الأجزاء تتطاير وترتفع ويلتصق بعضها ببعض بشكل تدريجي. بدأت تتكون أجسامها في الهواء بمنظر من عينيه وبمرأة من حواسه. ها هي النعامة تجتمع أجزاؤها وتتلاصق مع بعضها، لكن من دون رأس، فإن الرؤوس كانت بمناقيرها محمولة بيديه. الريش أيضا الذي جمعه في مكان واحد بدأ يتطاير، وكل لون من ألوان الريش اتجه باتجاه الجسم المناسب له. فريش الطاووس ذهب إلى جسم الطاووس، وريش الديك ذهب إلى جسم الديك، وهكذا تكونت الأجسام بكاملها بأرجلها بريشها. وأقبلت باتجاه إبراهيم الخليل، فلما جاءه الطاووس من هذه الجهة مثلا قدم له رأس النعامة، فرفض الطاووس أن يلتصق برأس النعامة، وإنما أخذ ينحرف باتجاه رأسه الذي كان يحمله إبراهيم بعيدا عن جثته، عن هذه الجثة التي تكونت، فأخذ يميل إلى رأسه حتى التصق برأسه. وهكذا الوزة قرب إليها رأسا ما هو برأسها، فراحت تميل إلى رأسها، فالتصقت تلك الأجسام بتلك الرؤوس بمناقيرها وعادت إلى حالتها الأولى. هذه رجعة واضحة وواضحة جدا. نحن لا نستغرب هذا، نقرأ في بعض الأخبار عن النبي جرجيس. النبي جرجيس حكايته طويلة وأنا لست بصدد الحديث عن تأريخ هذا النبي، لكنني أشير إلى ما يناسب هذه الحلقة. ففي بعض الأخبار والأحاديث من أن جرجيس النبي قتل 4 مرات، وفي كل مرة يقتل بطريقة غريبة، يعود إلى الحياة، عاد إلى الحياة بعد القتلة الأولى، وعاد إلى الحياة بعد القتلة الثانية، وعاد إلى الحياة بعد القتلة الثالثة. ولكنه لما قتل في المرة الرابعة لم يرجع، سيرجع في زمان الرجعة العظيمة. طاغوت عصره هو الذي فعل به ذلك. حكايته طويلة. النبي جرجيس حكايته طويلة
النبي جرجيس. قبل أن يقتله ذلك الطاغوت من طواغيت بلاد فلسطين، قبل أن يقتله عذبه عذابا عجيبا غريبا، لا أجد وقتا كي أحدثكم عن الذي جرى على هذا النبي، لكنني أريد أن أشير إلى رجعاته إلى الحياة بشكل سريع. في الحقيقة ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن حديثي عن هرس إبراهيم للحوم هذه الطيور ذكرني بقصة جرجيس النبي. بعد تعذيب شديد وطويل يطول المقام بذكره، قام ذلك الطاغوت فقتله، قتل النبي جرجيس بالتقطيع، قطعه تقطيعا، قطعه وهو على قيد الحياة، حوله إلى قطع، إلى مجموعة من القطع الصغيرة، ومات النبي جرجيس، وألقى بتلك القطع الصغيرة، ألقاها في بئر، في بئر عميق، ولكن جرجيس النبي رجع إلى الحياة مرة أخرى، ورجع إلى ذلك الطاغوت كي يقيم الحجج عليه، وآمن بعض كبار أعوانه بجرجيس النبي، لكن ذلك الطاغية عاد فقتل النبي جرجيس، قتله بطريقة أبشع، أمرهم أن يأتوا بلوح نحاس وأوقد عليه النار حتى احمر، ثم جاءوا بالنبي جرجيس بسطوه، ربطوه على ذلك اللوح، ثم وضع عليه الجمر والنار فأحرقه، أحرق النبي، أحرق جسده بالكامل، ثم أمرهم أن يذروا ذلك الرماد في مهب الريح، فذروا رماد جسد النبي جرجيس الذي أحرق بتلك الطريقة البشعة، ذروه في الرياح، فعاد مرة أخرى بعد القتلة الثانية، وذهب إلى ذلك الطاغوت، فماذا فعل فيه في المرة الثالثة؟ قتله قتلة غريبة وعجيبة وقاسية، لا أجد ألفاظا لوصفها، جاء بخشبتين وربط النبي جرجيس على الخشبتين، أنامه على الخشبتين. لماذا على خشبتين؟ لأنه أراد أن يقطعه بالمنشار، وقطعه بمنشار كبير من رأسه إلى ما بين ساقيه حتى سقط المنشار على الأرض، لأن جسم النبي جرجيس قد شق إلى نصفين. وبعد ذلك ماذا فعل؟ أمر بقدر كبير وضعوا فيه الزفت، الزفت القير، هو القير الذائب، وضع فيه الزفت والكبريت والرصاص، وجعل ذلك يغلي على النار،
وألقى بما فعله بجسد النبي جرجيس، وألقى بشقي جسم النبي جرجيس في ذلك القدر، ومزجه طبخه حتى لا يبقى للنبي جرجيس من أثر، ورجع إليه، رجع إليه. وفي رجعته هذه صادفته امرأة في الطريق تشكو فقرها، ومن أنها كانت تملك ثورا وقد مات هذا الثور، فأعطاها جرجيس النبي عصاه وقال لها اضرب الثور بالعصا وقولي له إن جرجيس النبي يقول لك ارجع إلى الحياة. وفعلا المرأة فعلت ذلك ورجعت الحياة في ذلك الثور. هذه رجعة في الحيوانات أيضا، لكن في المرة الرابعة قتله بقطع رأسه بالسيف، ونزل البلاء عليهم. أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ النبي جرجيس، إنما أردت أن أشير إلى ما جرى على هذا النبي وإلى رجعته المتكررة. فهنا إبراهيم هرس الطيور ولكن برحمة، أما النبي جرجيس فقد هرسوه بإجرام وسخط. قلت إن إبراهيم هرسها برحمة فقد أعاد الحياة إليها، ورجعت الحياة إلى تلك الطيور. نذهب إلى فاصل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله
عزيز حكيم. أتعلمون أن الآية هذه مباشرة تأتي بعد الآية التي حدثتنا عن عزير النبي؟ الآية التي تحدثت عن عزير النبي وعن رجعته إلى الحياة بعد 100 من السنين مع حماره وطعامه هي الآية 59 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، وهذه آية الطيور هي الآية 60 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. سورة البقرة سورة الرجعة. وفي الآية التي قبل آية عزير النبي، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ المحاججة التي كانت بين إبراهيم والنمرود، هذه كانت في العراق، حادثة الطيور في الأردن بعد هجرة إبراهيم من العراق إلى بلاد الشام، فالأردن هي جزء من بلاد الشام مثلما فلسطين جزء من بلاد الشام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم نبي معتقد بأن ربه هو الذي يحيي ويميت. هنا حينما يسأل وهو في الأردن هذا السؤال يأتي في سياق ما رآه إبراهيم في تفاصيل عالم الملكوت مثلما حدثتكم، وإلا فهذه الواقعة كانت في العراق، وهذا الحوار كان ما بين إبراهيم والنمرود، والنمرود هو طاغية العراق. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لما سأله إبراهيم كيف ذلك؟ قال فإني آتي بإثنين من الذين حكمت عليهم بالموت، أقتل أحدهما وأطلق الآخر، أعفو عنه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إبراهيم لم يكن راغبا في أن يطيل النقاش معه في معنى الإماتة والإحياء، ذهب إلى ما نزل صاعقة على رأس ذلك النمرود، مرادي من الصاعقة من صاعقة الاحتجاج المحاججة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية، يستمر الحديث في واقعة عزير النبي. من سورة البقرة إلى سورة آل عمران وإلى الآية 49
بعد البسملة. والحديث عن المسيح عيسى ابن مريم، وهو يقول لبني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله. الذين أحياهم عيسى فقد أرجعهم إلى الحياة، هذه رجعة. وعيسى أحيا العديد من الأموات ورجعوا إلى الحياة واستمرت حياتهم، مثلما كان ذلك قبل أن يموتوا. هناك العديد من الوقائع، منها ما هو مذكور في كتب النصارى، في كتب المسيحيين، منها ما هو مذكور في أناجيلهم، في كتابهم المقدس، ومنها ما هو مذكور في رواياتنا وأحاديثنا وأخبارنا. فعيسى المسيح أحيا العديد من الأموات وأخرجهم من المقابر وعادوا إلى الحياة وعاشوا حياة طويلة. هذه مصادق واضحة للرجعة تتحقق على أرض الواقع، يحدثنا القرآن عنها، ذكرها هنا بشكل إجمالي. فعيسى المسيح هو الذي يقول: وأحيي الموتى بإذن الله. هنا في الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران، وفي سورة المائدة في الآية 100 بعد البسملة من السورة، الله يخاطب المسيح عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. يخرجهم من قبورهم، من المقابر. وإذ تخرج الموتى بإذني، يخرجهم إلى رجعة، إنهم يعودون إلى الحياة. فالآية في سورة آل عمران عيسى يتكلم، والآية في المائدة الله يخاطب عيسى، والآيتان تتحدثان عن رجوع أموات من أموات بني إسرائيل يخرجون من مقابرهم أمام أعين الناس بمرأى من الجميع، بمرأى من الجميع. يخرج الميت من قبره ويعود إلى داره، إلى بيت أسرته، وبعد ذلك تستمر حياته. إنني أحدثكم من القرآن، إنها جولة بين آيات الكتاب الكريم، وهو يحدثنا عن صور واقعية حدثت عبر التاريخ البشري وليست مخصوصة بصنف معين من الناس. فهناك نبي من أولي العزم، وهناك أنبياء كعزير حدثنا القرآن عنه، وإرميا
حدثتنا الروايات عنه، وهناك ذو القرنين، وهناك قتيل بني إسرائيل، وهناك عائلة أيوب النبي، وهناك أصحاب الكهف والرقيم، وهناك السبعون المختارون من قوم موسى، وهناك شعب كامل خرج فارا من الطاعون، وهناك حمار عزير، وهناك كلب أصحاب أهل الكهف والرقيم، وهناك الحيوانات الكثيرة. لذلك وهناك الحيوانات الكثيرة التي كان يملكها الإسرائيليون الفارون من الطاعون، وهناك طيور إبراهيم، النعامة والطاووس والوزة والديك، وهناك الذين أحياهم عيسى المسيح، وما هم بقليلين، وهناك طعام عزير الذي رجع كما هو، لم يتسنه، لم يتغير مثل ما كان في اللحظة التي كان فيها عزير نائما ومات، فهذا هو طعامه كما هو، رجعة للطعام، رجعة للحيوانات، رجعة لشعب كامل، رجعة لعوائل، رجعة لمجموعة أصدقاء، ولا بد أن نعرف من أن القرآن لم يحدثنا عن كل الأنبياء وعن كل الأمم، وحتى الروايات، أولا هناك روايات ضاعت، وحتى التي وصلتنا فإن الأئمة ما حدثونا عن جميع الأنبياء، حدثونا عن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، وحدثونا عن مجموعة قليلة لم تذكر في القرآن. أما الآلاف المؤلفة والألوف المؤلفة من الأنبياء لا حدثنا القرآن عنهم، ولا حدثتنا الروايات والأحاديث المعصومية. ويضاف إلى هذا الحوادث التي حدثت زمان محمد وآل محمد، ممن رجعت الحياة فيهم. محمد وآل محمد هم أرجعوا الحياة فيهم. هناك العديد من الحوادث والوقائع التي ذكرت، لكنني ما أوردت لكم ولا أريد أن أورد لكم، لأن القوم يضعفونها، وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. مرادي من القوم سفهاء النجف، سفهاء، مرادي من القوم سفهاء النجف، سفهاء حوزة الطوسي المشؤومة. أتحدث عن مراجع الشيعة، عن مراجع النجف وكربلاء الذين هم على المنهج الطوسي، على ذلك المنهج الشافعي المعتزلي الناصبي، أتحدث عن هؤلاء. أوردت لكم ما جاء في القرآن، المضامين واضحة وصريحة جدا. إذا وجدت فرصة أخرى
سأورد لكم الوقائع التي وردت في رواياتنا عن أناس في زمان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رجعت فيهم الحياة، رجعت لهم الحياة وعاشوا. نذهب إلى فاصل. انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس كفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس كفن. ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني، ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني، وادعيك نشبعت انت غير يا وعد، وادعيك نشبعت انت غير يا قطعا إذا أردنا الرجوع إلى كتب التاريخ بعيدا عن القرآن وأحاديث العترة الطاهرة، إذا أردنا أن نعود إلى كتب التاريخ، ففي كتب التاريخ هناك من الوقائع والحوادث التي تخبرنا عن رجوع بعض الموتى إلى الحياة، من أنهم بعد أن يموتوا تعود الحياة فيهم. نحن لا نريد أن نصدق كل ما جاء في كتب التاريخ، ولكن نعطي احتمالا لنسبة قليلة من تلك الوقائع، لا نريد أن نصدق جميع ما ذكر في كتب التاريخ. كتب التاريخ ليست مأمونة، لا نستطيع أن نعتمد عليها، لكن كتب التاريخ ليست منفردة في ذكر هذه الوقائع.
الإعلام في زماننا، ادخلوا إلى الشبكة العنكبوتية أو تابعوا الفضائيات المختلفة، تابعوا الصحافة، المجلات الورقية أو الإلكترونية، ستجدون الكثير من الأخبار والكثير من الموضوعات تتحدث عن عودة أموات إلى الحياة في زماننا هذا. نحن لا نريد أن نصدق كل هذا، ولكن وقائع وأحداث تحدث عنها التاريخ، وقائع وأحداث تحدث عنها الإعلام المعاصر، وبعض هذه الوقائع فيها من الوثائق أو من الأدلة التي لا يستطيع الإنسان أن ينكرها مطلقا، يمكن أن يشكك فيها ولكنه لا يستطيع أن ينكرها مطلقا. هناك أيضا عالم الطب والأطباء، إذا أردنا أن نلج في هذا العالم فهناك الكثير من الأخبار والحكايات تتحدث عن هذا المضمون، من أن أناسا ماتوا فعلا وبتشخيص الأطباء، ونقلوا ربما إلى المقابر أو نقلوا إلى الثلاجات لتثليج وتجميد أجسادهم للحفاظ عليها، لكن الحياة رجعت إليهم مرة أخرى بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر. لا نريد أن نصدق كل ذلك أيضا، ولكن ليس منطقيا أن كل هذه المعطيات لا توجد فيها نسبة صحيحة ولو بدرجة ضعيفة وقليلة. يضاف إلى ذلك ما يتحدث به كثيرون من كبار العمر. أنا شخصيا سمعت الكثير من هذه الأحاديث من كبار السن يتحدثون عن وقائع عاشوها شاهدوها. ما يتحدث به أولئك المشتغلون في عالم الأموات، في عالم المقابر، في أماكن التغسيل والتكفين، الدفانون، حفارو القبور، الذين يشتغلون في عالم الأموات ينقلون الكثير من الوقائع ويحكون الكثير من الحكايات عن أموات رجعوا إلى الحياة. إذن هناك وقائع في كتب التاريخ، وهناك وقائع في عالم الإعلام الواسع، وهناك وقائع في عالم الطب وعلى ألسنة أهل الطب، وهناك وقائع يتحدث بها كبار السن من التجارب التي مرت بحياتهم. وهناك الذين يشتغلون في عالم الأموات، وهناك كل هذه الوقائع
بغض النظر أكانت صادقة أم لم تكن صادقة، أتحدث عن جميعها، كل هذه الوقائع تشير إلى وجود الرجعة في نظام حياتنا هذه التي نحياها. هناك رجعة، هناك رجعة بعد الموت. لا أريد أن أصدق بكل الوقائع التي جاءت في كتب التاريخ أو جاءت في وسائل الإعلام أو جاءت في كتب متخصصة في هذه الموضوعات. هناك في المكتبة الآن هناك كثير من الكتب تتحدث عن عودة أموات، هذه الكتب التي تتحدث عن الأرواح، تتحدث في أجواء الباراسايكولوجي، تتحدث في أجواء العلوم الغريبة، ما تسمى بالعلوم الروحانية وأمثال ذلك. في كتب التاريخ، في هذه الكتب، في عالم الطب، في أجواء الإعلام المختلفة ما بين كبار السن، في عالم الذين يشتغلون في أجواء الموت والأموات وغير ذلك. لا أريد أن أصدق تلك الوقائع، لكن ليس من المنطقي وليس من الإنصاف وليس من الحكمة والدقة في البحث أن أنكر وأن أكذب كل تلك الوقائع، خصوصا أن بعض الوقائع سمعتها من أصحابها الذين لا أشك لا في صدق حديثهم ولا أشك في خلل في عقولهم. هذا موضوع طويل مفصل أوردته على سبيل المثال، لكن الحقائق التي مرت في قرآننا المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم وفي أحاديثهم يؤيد هذه الحقائق وهذه الوقائع التي قطعا هناك الكثير منها قد يكون كذبا، تزويرا، قد يكون اشتباها، قد يكون الإنسان قد مر في غيبوبة، في حالة صحية معينة، في توقف محدود لوظائف الأعضاء في جسم الإنسان، وبعد ذلك رجعت الحياة فيه. لكن قطعا هناك حالات، هناك وقائع ينطبق عليها حديث الرجعة بدرجة كاملة من دون أدنى شك وارتياب. هناك درجات جزئية من الرجعة. عودة شباب زليخة، إنها زوجة عزيز مصر وقصتها معروفة مع يوسف النبي، ورجعت شابة وتزوجها يوسف النبي، هكذا تحدثنا الروايات والأحاديث والأخبار، حتى كتب التاريخ تتحدث عن هذه التفاصيل. فزليخة بعد أن شابت وشاخت وبعد أن ذهب جمالها وحسنها عادت مرة أخرى إلى جمالها وحسنها وشبابها، هذه رجعة.
ومثل هذه الواقعة هناك العديد من الوقائع، مثل هذه الواقعة هناك العديد من الوقائع، من أن كبارا في السن من الرجال من النساء قد عادوا شبابا، هذا مستوى من مستويات الرجعة. المنطق واحد، إنما جئت بهذا مثالا لأن المنطق واحد، لأن جوهر القوانين في هذه الوقائع واحد. نذهب إلى فاصل. بسهر عين بظما بخوف بشبح من وجه المنية للعائلة المتعلمة الأطفال تصرخ بالظما لابن أمك ولمخيمة بين توديع ووصية جفن غايب منامة بوداع شامة جفن عايف منامة بوداع النشامة وتشكيتي الأطفال وتودعين أبطال بهالليلة الرهيبة الله يشمي مصيبة لا أريد أن أقحم موضوع الاستنساخ فيما يرتبط بحديثي عن عقيدة الرجعة العظيمة، إلا أنني أشير إليه في حاشية الموضوع. فالاستنساخ هو مستوى من مستويات الرجعة بيد الإنسان. هل تعلمون أن الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية حينما يموت لهم كلب أو قطة وهم يحبون ذلك الكلب، يحبون تلك القطة، يلجؤون إلى مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية كي تستنسخ لهم ذلك الكلب أو تلك القطة. وعملية الاستنساخ تبدأ من خلية واحدة
أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتقرأوا عن هذا الموضوع كثيرا. بالنسبة لهم ما هو بثمن غال جدا قد يصل المبلغ إلى 150,000 دولار كي يستنسخوا كلبا أو يستنسخوا قطة، وربما ثمن استنساخ القطة أقل، فحينما يموت كلب الأثرياء يسرعون إلى تلك الشركات المتخصصة باستنساخ الحيوانات ويستنسخون كلبهم ويعود كلبهم الذي كان يعيش معه. هل هو هو بالنتيجة يعود كلبهم بجسده بنفس ما تعودوا على معايشته، فيعود كلبهم تعود قطتهم، إنها رجعة، رجعة بدرجة من الدرجات، بمستوى من المستويات بيد الإنسان. وقلت لكم إنني لا أريد أن أقحم هذا الموضوع في موضوع عقائدي له خصوصيته، طريقة الاستدلال والبرهنة لها خصوصيتها، لا أريد أن أقحم هذه الجزئية في ذلك الموضوع الكبير المتسع، إنما جئت بهذا على سبيل مثال تقريبي، والأمثلة كهذه ونحن نتحدث في موضوع عقائدي عميق واسع، الأمثلة كهذه تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة. أعتقد إلى هنا صار واضحا من خلال الوقائع الوفيرة التي عرضتها من الكتاب الكريم، صار واضحا من أن واقع ثقافة الكتاب والعترة يقول من أن الرجعة أمر بديهي لا يحتاج إلى إثباتات كثيرة، لكن السقيفة المشؤومة التي بقيت في مرحلة التنزيل وحرفت التنزيل أيضا حاربت هذه العقيدة، فالشيعة كانوا يحاولون إخفاء اعتقادهم لأن السقيفة كانت تحاربهم. أتحدث عن السقيفة وتفاريعها، تقتلهم، يقتلونهم، يمنعون عنهم العطاء، ما تدفعه الدولة لمواطنيها يمنع عن الذي يثبت عليه أنه يعتقد بالرجعة، فإنهم لا يعتقدون بإسلامه، هكذا هم يقولون، على أساس أنهم هم المسلمون. لا تقبل شهادته، لا يصلى خلفه، تشوه سمعته، فالشيعة كانوا
يخفون اعتقادهم هذا. المشكلة ليست هنا. الشيعة زمان الأئمة عاشوا تقية مشددة. المشكلة في بدايات عصر الغيبة الكبرى، حينما ركض فقهاء الشيعة، مراجع الشيعة ركضوا باتجاه دين النواصب ودانوا بدينهم وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وتركوا دين التأويل، رجعوا القهقرة مثلما خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة: مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. رجعوا القهقرة إلى مرحلة التنزيل، وهذا هو الذي قادهم إلى إنكار الرجعة، إلى تسفيه وتسخيف عقيدة الرجعة. وإلا إذا ما نظرنا إلى القرآن المفسر بتفسيرهم مثلما عرضته بين أيديكم بالإجمال، أنا ما عرضت الجانب التنظيري للرجعة، فذلك يحتاج إلى حلقات طويلة جدا. الآيات التي تحدثت عن الرجعة وتفاصيلها في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، أحتاج إلى حلقات طويلة لعرضها. أنا عرضت أمثلة من الوقائع العملية التي حدثت على الأرض عبر التاريخ الإنساني. القرآن عرض لنا أمثلة محدودة، ولاحظتم أنها وفيرة وكثيرة. هذا يكشف عن أن عقيدة الرجعة في ضوء ثقافة الكتاب والعترة أمر بديهي، أمر أساسي، أمر أصلي. لا تنسجم منظومة الاعتقاد إلا به. إنها أيام الله الثلاثة. لا نستطيع أن نعتقد بظهور صاحب الأمر وأن نعتقد بيوم القيامة من دون أن نعتقد بالرجعة العظيمة. منظومة متكاملة واحدة. هذه أيام الله الثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. هذا هو المثمن الذي دفع الحسين دمه ونحره الشريف ثمنا له. فماذا تقولون أنتم الذين تزعمون أنكم خدام للحسين ولا تعرفون المثمن الذي دفع الحسين نحره ثمنا له؟ أية خدمة أنتم تقدمونها للحسين؟ عودوا إلى البرنامج الذهبي، تمسكوا بالبرنامج الذهبي. رجاء اعرضوا لنا فيديو البرنامج الذهبي كي يتذكر المشاهدون والمتابعون لهذه الحلقة، وإن كنا عرضناه في بداية هذه الحلقة. رجاء أعيد بثه مرة أخرى. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني،
الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أقولها لكم من الآخر، أنتم الذين تزعمون أنكم خدام للحسين، من الآخر، خدمة الحسين تعني أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي خدمة الحسين. من دون هذا تضحكون على أنفسكم. أعرفوا إمامكم وعرفوا بإمامكم، وذلك لا يكون إلا من المصادر الصحيحة الأصيلة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وحديثهم ودعاؤهم وزياراتهم ورواياتهم التي تفهم بحسب قواعد تفهيمهم فقط وفقط، وذلك هو مضمون بيعة الغدير. أتمنى من كل قلبي أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وبعد ذلك تتبعونها بمجموعة حلقات هذا هو الحسين. ادرسوها. إنني أقول ذلك لا لأنني قدمتها عبر هذه الشاشة، والله لا أقول هذا لأنني قدمتها عبر هذه الشاشة، إنما أقول هذا لأنها خلاصة وزبدة عقائدية من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. بقي عندي قسط من الوقت، وأنا تركته متعمدا، أريد أن أجيب على سؤال، على رسالة، في الحقيقة هي مكالمة تليفونية. اليوم قبل أن أدخل إلى الاستوديو كان هناك شخص يحدثني عبر الموبايل من العراق وتحديدا من النجف، فكان يشكو معاملة عائلته، هو من عائلة متدينة، وهذه المشكلة تنتشر في العوائل المتدينة، من عائلة متدينة سيستانية، هو يشكو من الأذى
الذي يلحقونه به بسبب متابعته لبرامج قناة القمر. هذه الحكاية موجودة في واقعنا الشيعي، ليس في النجف فقط. أسمع كثيرا من مثل هذا في النجف وغير النجف، في العراق وغير العراق، هنا في لندن وفي غير لندن، حتى في بلاد أوروبا أسمع الكثير من هذا الكلام. هناك بعض الأشخاص من العوائل المتدينة لأنهم يتابعون برامج قناة القمر وبالتحديد برامجي، عوائلهم تحاربهم، عوائلهم تضيق عليهم، عوائلهم تصنع لهم المشاكل. هذه القضية موجودة، وربما البعض منكم ممن يشاهدني الآن هو مبتلى بهذه القضية من الذكور ومن الإناث، من الطرفين، من الرجال ومن النساء، من الكبار ومن الصغار. فهذه القضية قضية موجودة قطعا، ليست خاصة ببرامجي. هذا الصراع في العوائل المتدينة موجود. مثلا إذا كانت العائلة سيستانية وأحد أفرادها صار شيرازيا، سيصبون جام غضبهم عليه. وكذلك إذا كانت العائلة شيرازية من أتباع صادق الشيرازي، من أتباع محمد الشيرازي، وأحد أفرادها صار سيستانيا، فإنهم كذلك سيصبون جام غضبهم على رأسه. والقضية لا تختص بالسيستانيين والشيرازيين، إنما جئت بهذا مثالا. هذه القضية شغالة على طول الوقت. أنا أتذكر أن أحد الشخصيات العلمية الذي صار مرجعا بعد ذلك هو الابن الأكبر لمرجع كبير في النجف، وكان أبوه قد توفي وهو يعد نفسه للمرجعية، بعد ذلك انتقل إلى إيران. كان أحد أولاده من المعممين بسبب حضوره الدرس عند محمد باقر الصدر، أرسل إليه أناسا غرباء ضربوه في الشارع. بسطة معدلة بالشارع بتعبيرنا العراقي. نحن في العراق في كل الدول العربية البسطة يعني المتعة الراحة، لكن في العراق البسطة يعني يشبع تنكتل. بسطة معدلة بالشارع، أبوه وهذا ولده، وما فعل شيئا قبيحا، حضر درسا عند محمد باقر الصدر. وخلافه مع محمد باقر الصدر ليس خلافا فكريا، عقائدهم نفس الشيء. مراجع النجف وكربلاء يشربون من نفس الآنية، من نفس العيون الكدرة القذرة. هذا حال علماء النجف، هذا التحاسد والتنافس القذر فيما بينهم. هناك تنافس قذر، لا أعتقد أن تنافسا قذرا في العالم كالتنافس القذر بين مراجع النجف وكربلاء. هناك تنافس قذر في العالم، لكنني لا أعتقد أن تنافسا قذرا كقذارة تنافس مراجع النجف وكربلاء فيما بينهم. فأرسل
أناسا غرباء ضربوا ولده المعمم في الشارع، وهذا الكلام في السبعينات، في بدايات السبعينات، نحن لا نتحدث عن أيامنا هذه، في بدايات السبعينات، في السبعينات معمم في الشارع ويضرب بمرأى من الناس، بمنظر من الناس، كل ذلك لأجل أن يردعه عن حضور درس عند محمد باقر الصدر، لا لخلاف فكري، إنها عملية تحاسد، عملية الحسد، وعملية المنافسة القذرة فيما بين أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في النجف. فهذا الصراع صراع موجود في العوائل المتدينة، إذا ما اختلف أحد أفرادها في مذاق ديني، في مشرب ديني، فإنهم يصبون جام غضبهم عليه. فكان هذا الأخ يشكو لي، وهو إنسان محترم، ما هو بصغير السن، هو كبير السن، لا أريد أن أتحدث عن مواصفاته، هو إنسان محترم، فكان يشكو لي ويطلب حلا. في الحقيقة إنني لا أملك حلا، لو كنت أملك حلا لوجدت حلا لمشاكلي التي تصاحبني منذ أكثر من 40 سنة. فأنا في الحقيقة كنت مستعجلا، لأن المكالمة كانت في وقت قريب لدخولي إلى الاستوديو. قلت له سأجيبك عبر البث المباشر، وها أني أجيبه عبر البث المباشر، أقول له إذا كنت مقتنعا بما يطرح عبر قناة القمر الفضائية فاعرف من أنك لست من شيعة المراجع، أهلك من شيعة المراجع، أنت تقول من أن عائلتك سيستانية فأهلك من شيعة المراجع، إذا اقتنعت بما يطرح عبر شاشة القمر فما أنت من شيعة المراجع، نحن نزعم أننا لسنا من شيعة المراجع ونبرأ إلى إمام زماننا من التشيع لمراجع النجف وكربلاء، نحن نزعم أننا من شيعة الحجة ابن الحسن بنحو تقريبي ليس بنحو قطعي وليس بنحو كامل، ما يعرض عبر هذه الشاشة محاولة لمنهج أقارب فيه المنهج اليماني الذي هو أفضل المناهج زمان الغيبة الكبرى، المنهج اليماني هو أفضل المناهج زمان الغيبة الكبرى، وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وأشبعته في الأجزاء الأولى وفي الحلقات الأولى في القسم الأول في الشطر الأول، ماذا أقول من هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة، لقد تحدثت عن المنهج اليماني وتحدثت عن أن الذي أطرحه في برامجي هو محاولة لطرح منهج مقارب من هذا المنهج، فإذا كنت مقتنعا بما يطرح عبر هذه الشاشة
فما أنت من شيعة المراجع، أهلك من شيعة المراجع. شيء طبيعي أن يصب جام غضبهم عليك، بالضبط كعائلة وهابية خرج منها فرد من أفرادها وصار شيعيا بأي عنوان من عناوين التشيع، فإن العائلة الوهابية حينئذ ستصب جام غضبها على ذلك الفرد من أفرادها. ما أنت كذلك الآن، أنت خرجت من دين ودخلت في دين آخر، أنت خرجت من تشيع ودخلت في تشيع آخر. نحن نتحرك بعكس التيار، هناك التيار السائد في الجو الشيعي هو تيار التشيع لمراجع النجف وكربلاء. نحن هنا في قناة القمر في هذا الطرح في هذه البرامج نتحرك بشكل معاكس ومضاد لهذا التيار الكبير في الواقع الشيعي. نحن نتحرك بعكس التيار، الذي يتحرك بعكس التيار إن كان قادرا على مواجهة هذا التيار الكبير فليستمر، إذا لم يكن قادرا على مواجهة هذا التيار الكبير فلينسحب، إذا لم يكن قادرا فإنه سيقع على وجهه في لحظة من اللحظات فاشلا، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يوقع شفي على وجهه. وإذا وقع منكفئا على وجهه فحينئذ لا يرى بعينيه، سيتخيل أنه يرى بعينين في مؤخرة رأسه، وهو لا يملك عينين في مؤخرة رأسه، لكن سيخيل له هذا، وحينئذ سيصدر أحكاما ويتبنى آراء ويقول ما يقول بجهل مركب وحماقة. عيسى المسيح ليس قادرا على إشفائها، هكذا قال، من أنه هو يحيي الموتى لكنه ليس قادرا على أن يحيي عقل الأحمق، أن يحيي بصيرة الأحمق. هذا سير بعكس التيار يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى مرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم، وأعداء أعدائنا من هم من أبناء جلدتنا. الإمام الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ويقول هم أضروا على شيعتنا، على ضعفاء شيعتنا، إنهم ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء المال أو ضعفاء البدن، إنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أعداء أعدائنا من أبناء جلدتنا، من نفس واقعنا الديني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، اصبروا على الالتزام بأحكام دينكم، وصابروا أعداءكم، صابروهم، أنتم بحاجة إلى مصابرة. ورابطوا، رابطوا إمامكم، رابطوا إمامكم، إنها مرابطة الأحرار في فناء الحجة ابن الحسن. نذهب إلى فاصل.
هذا الطريق الذي هو معاكس لتيار التشيع للمراجع يحتاج إلى عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة إذا ما استقرت في العقل تحتاج إلى إكسير يمازجها في القلب، وذلك الإكسير هو الحسين. والحسين لا نستطيع أن نتواصل معه بشكل صحيح حتى نكون عارفين بحقه. وأعتقد أن هذا البرنامج، إنني أتحدث عن برنامج الخاتمة، قد تكفل ببيان هذه الحقائق. هذا طريق يحتاج إلى صبر، إلى صبر واعٍ. لماذا نحتاج إلى صبر؟ لأن العقيدة السليمة إذا مازجت القلب لن تستقر في القلب ولن تترجم إلى عمل من دون الإخلاص، والإخلاص لا نستطيع أن نحافظ عليه، صدقوني، لا أنا ولا غيري، لا نستطيع أن نكون مخلصين إلا إذا أحاط بنا البلاء. إذا أحاط بنا البلاء نستطيع أن نحافظ على إخلاصنا. والبلاء والابتلاء يحتاج إلى صبر. هذه الحكاية من الآخر. فمن يريد أن يستمر في هذا الطريق عليه أن يستعمل هذه الوصفة. الكون مع صاحب الأمر يحتاج إلى عقيدة سليمة، أن تستقر أولا في العقل، أن تمازج القلب، لن تمازج القلب من دون الحسين، ولن تكون العلاقة سليمة مع الحسين من دون أن نعرف حقه. من زار الحسين عارفا بحقه، من خدم الحسين عارفا بحقه. وهذا المعنى لن يترجم بعمل على أرض الواقع بإخلاص من دون أن يكضنا البلاء، لأننا من دون البلاء سنفقد إخلاصنا. وهنا نحن بحاجة للصبر كي نتحمل البلاء،
هذه الخلطة الحقيقية لديننا. إنني أحدثكم عن هذا البرنامج الذي أزعم أنه أقرب ما يكون إلى المنهج اليماني. أقول هذا لأننا نسير في عكس التيار. إذا افترضنا من أننا نسير مع التيار والتيار كله يسير بحسب المنهج الذي يريده محمد وآل محمد، فإن الخلطة سيختلف تكوينها. لكن الواقع هو هذا، نحن نتحرك بعكس التيار، نحتاج إلى هذه الوصفة. لابد من البلاء والابتلاء، والبلاء والابتلاء هو الذي يحافظ على إخلاصنا. لابد من ضيق مادي، وإنني حين أتحدث عن الضيق المادي فإنه يختلف باختلاف الأشخاص. أنا شخصيا لا أعاني من ضيق مادي في حياتي الشخصية، لكنني أعاني من ضيق مادي في مشاريع عملي. هذه القضية لازمتني طول حياتي وإلى هذه اللحظة، ولا أعتقد أنها ستنفك عني. ولست غير راض عن ذلك أبدا. حينما أخطط لمشروع، إنني لا أتحدث عن مشاريع شخصية، أتحدث عن المشاريع التي تصب في برنامج إحياء أمر محمد وآل محمد. أستطيع أن أجهز الأموال لهذا المشروع، إن كانت من أموال الشخصية أو من أموال غيري ممن يساهم في هذا العمل. أستطيع أن أجهز ربما 80% وربما 90% وربما أكثر من 90%، وأعجز عن إكمال البقية الباقية. في بعض الأحيان 1% يكون صعبا إلى درجة هي أصعب بكثير من تهيئة 99%. هذه القضية أنا واكبتها طيلة حياتي، وربما يوجد إنسان يعاني من ضيق مالي في شؤونه الشخصية المباشرة، كل بحسبه. الناس أرزاقها مختلفة، مشاكلها مختلفة، لكن الضيق المادي جزء ملازم لهذا الطريق، كل بحسبه. هناك ضيق مادي إما على طول الخط، إما في مراحل متقطعة، بالنتيجة الضيق المادي، وهذا الكلام لا أقوله عن تجربة فقط، أحاديث أهل البيت. أنا لا أملك وقتا كي أدخل في التنظير. هناك الضيق المادي وهناك الخوف، لابد من الخوف في هذا الطريق. أذكركم ببيت يحدثنا عن واقع وعن ثقافة عقائدية لدعبل الخزاعي في تائيته، وقد قال هذا البيت بين يدي الإمام الرضا، والإمام أجابه على بيته هذا بدعاء دعا له به. دعبل يقول: لقد خفت في الدنيا
وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. فقال له الإمام الرضا: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. دع بل كان في ذلك الوقت آمنا في زمان المأمون، حينما كان الإمام الرضا في طوس، الأوضاع السياسية والأمنية كانت مريحة إلى حد ما بالنسبة للعلويين وللشيعة. لكن دعبل يتحدث عن خوف مستمر، ليس بالضرورة أن يكون خوفا على الحياة من ظالم، من قاتل، ليس بالضرورة أن يكون خوفا من مرض، أن يكون خوفا من فقر. هناك خوف قد يكون على الحياة، قد يكون من الفقر، قد يكون من المرض، قد يكون من أمور اجتماعية مختلفة، قد يكون من مستقبل مخيف، قد يكون من فشل في العمل. هناك خوف أسبابه تنشأ من هذا السير المعاكس للتيار القوي وللتيار الحاكم. نذهب إلى فاصل. يا حكي يا أدري بالليل فلت معاديك كم جرى يا حكم والعيت بأنظر للشام يمضي بيك كل أحد يا ظليم وصعب من صعب الحجر عتبي عليك ما ينحي من هم جمرة تعتبي من طيحت على الغبرة جمرة تعتبي من طيحت على الغبرة بقلبي ترى يحتي رجم يطفيها وهناك معاداة الناس، هناك ضيق مالي، هناك خوف، وهناك معاداة الناس. وقت الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا، وهذا حديث طويل، لكن البلاء يساعدنا على أن نحافظ على إخلاصنا، والبلاء يحتاج إلى الصبر، والصبر مر ما هو بحلو. الذي يستطيع أن يهيئ هذه الوصفة
فليقل يا زهراء وليدخل في هذا الاتجاه المعاكس لهذا التيار الظالم والضال، إنه تيار التشيع للمراجع بمراجعه وبمقلديهم. هذا هو واقعنا الشيعي المرير. وأقول للأخ العزيز الذي شكى لي ما شكى، سأعود إليك عبر التليفون أو عبر الشاشة هذه كي أكمل حديثي. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.